خالي من مناجاتك وقبرك فرح بمواراتك والجنة مشتاقة إلى جوارك، فما أشد ظلمة مجلسك على جلسائك من بعد مغيبك ونوائك فأسفاه عليك إلى أن أقدموا آلهة إليك. وفقوا أبو الحسن المؤتمن وأخوك ومن ربيته صغيرا واجتبيته كبيرا وأجل أصحابك لديك وخير أحبائك إليك وأعظمهم قدم لديك. ففقر شعبنا والبكاء قاتلنا والأسى ملازمنا، ثم إنها زفرت زفرة وأنت أنك كادت روحها أن تخرج سلام الله عليها، وقالت فراقك يا أبي أضنى فؤادي، فراقك يا أبي أضنى فؤادي وكدر عيشي ولذيذ زادي، وصبري عليك مدى الليالي وصبري عليك مدى الليالي أنوح الدهر حزنا باقتصادي. مصابك قد استنال دموع عيني وشب النار حزنك في فؤادي، فوا حزني ووا حرقات قلبي على فقد المؤمن السنادي. بقيت الآن بعدك في جفاء فراشي بعضكم شوق القتادي. قال المؤلف سامحه الله تعالى: وأما ما ورد في معنى وصيتها فقد ورد لي في كتاب كشف الغمة في فضائل الأمة عليهم السلام، أنه لما اشتد الوجع والألم بفاطمة عليها السلام دعت علي عليه السلام، فلما حضر قالت: يا ابن العام إني عن قريب مفارقتك وصائرة إلى ربي، لأني رقدت الساعة فرأيت أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في قص من ذروة بيضاء، فلما رآني ضمني إلى عنده وقال: أنت الليلة أنت الليلة عندي، وهو الصادق فيما يقول، وإن يريد أن أوصيك بوصية فاحفظها مني. فأول وصيتي إني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن أبي محمد وأن أبي محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، وأن بعلي أمير المؤمنين وسيد الوصيين والخليفة. طيب وسيد الوصيين والخليفة من بعده على اليقين. وأوصيك يا ابن العام وأوصيك يا ابن العام أن تدفنني ليلا ولا تدع أحدا من هؤلاء الجماعة الذين ظلموني أن يحضروا جنازتي والصلاة علي. وفي رواية الكافي والفقيه عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال: أبي جعفر عليه السلام لا أخلك وصية فاطمة عليه السلام، فأخرج حقا أوصفة فاستخرج منه كتابا ففضه وقراه، فقال فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما وصت به فاطمة بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، أوصت بحواتها السبعة: القواف والدلال والفرقة والمخيب والحسنى والصافية، وما أم إبراهيم إلى علي بن أبي طالب عليه السلام، فإن مضى علي فإلى الحسن، فإن مضى الحسن فإلى الحسين، فإن مضى الحسين فإلى الأكبر من ولده، شهد الله عز وجل على ذلك، والمقداد بن الأسود والزبير بن العوام. وكتب علي بن أبي طالب في رواية أخرى إن أمير عليه السلام دخل عليها في بعض الأيام في مرضها الذي ماتت فيه، فعلى الأطايب من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وآله: فليبكي الباكون وإياهم، فلينجب النادبون، ولنفهم فلتدف الدموع من العيون، وسيعلم الذين ظلموا أهل البيت أي منقلب ينقلبون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
والفاتحة تسبقها صلوات على محمد وآل محمد.